مكملين معكم بهذا الصباح، والآن مباشرة ننتقل إلى الزميل أيمن الزامل المتواجد حاليا في موقع الانفجار الذي حدث بسبب تسريب الغاز في منطقة وسط البلد. أيمن صباح الخير، هل تغير عدد الإصابات في المكان، وكيف تبدو حركة السير؟ هل يتقيد المارة بالتحويلات التي أجرتها إدارة المرور؟ تفضل. صباح النور مهند، وصباح الخير لكل متابعي هذا الصباح وقناة رؤيا. نعم، نحن الآن في وسط البلد في العاصمة عمان، من المكان الذي شهد صباح اليوم الساعة الخامسة تقريبا انفجار اسطوانة غاز تسبب بحسب بيان الدفاع المدني بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، منهم إصابة بالغة. كما تشاهد يعني هنالك قامت الأجهزة المعنية، الأجهزة الأمنية بالحضور من كافة الأجهزة الأمنية، الدفاع المدني، الأمن العام، البحث الجنائي، القوى الأمنية، الأجهزة الأمنية الأخرى قامت بالتواجد في مكان الحادثة. طبعا الانفجار تسبب في انهيار الواجهة الأمامية لإحدى العمارات، وقع في داخل إحدى المطاعم الموجودة في هذه المنطقة. نحن كما تشاهد أيضا أدى الانفجار إلى تحطم الزجاج الأمامي لهذه العمارة. طبعا طبقا للبيانات الأولية التي أصدرها الدفاع المدني، فإن الانفجار ناتج عن تسرب للغاز. هناك قامت إدارة السير المركزية أيضا بعمل تحويلات في منطقة الانفجار وتحويل السير من أجل ضمان سهولة وصول المواطنين إلى أعمالهم ومشاغلهم صباح اليوم. طبعا تتزامن يعني هذا الانفجار مع ساعات الذروة في وسط العاصمة عمان. باسم بيك مدير إدارة السير المركزية أكد تحت الهواء لنا أن إدارة السير قامت في عمل إغلاقات وتحويلات للسير ومن أجل انسيابية السير، وقامت بإعادة فتح الحركة المرورية تدريجيا في منطقة وسط البلد أمام المواطنين. بخصوص أحد يعني شهود العيان وهو عامل في المطعم الذي شهد الانفجار، وضعه النفسي كان سيء، ولكن سألناه تحت الهواء ما الذي حدث، قال هو بالنسبة له أنه تفاجأوا بصوت انفجار وأدى الانفجار، وكان بحالة يعني نفسية سيئة نتيجة يعني وفاتين من أحد زملائه. طبعا الانفجار بحسب شهد العيان في المطعم قال أنه وقع قبل بدء المطعم أعماله بنصف ساعة، يعني كانوا الشباب الله يرحمهم وأيضا نتمنى الشفاء للمصابين، كانوا يقوموا بعمليات تحضير لفتح المطعم أمام الزبائن. طبعا كما نعم مهند، يعني البحث الجنائي يقوم الآن بجمع الأدلة الخاصة بمكان الانفجار. المنطقة منطقة يعني مغلقة أمام الإعلام من الدخول إليها، وبتعرف من المعلوم أنه هذه يعني ستكون ممكن أنه ندخل إلى داخل المنطقة، ولكن بعد الأجهزة الأمنية ما تنتهي من أعمالها. هذا كل ما لدي مهند حتى اللحظة، أكيد راح نكون معكم على تواصل خلال الساعات القادمة والمواجز وعبر صفحات رؤية نقل مباشر لحين اتضاح الأمور وكافة الملابسات المتعلقة بهذا الانفجار. نعم أيمن الزامل، شكرا لك، كنت معنا ببث مباشر من موقع الانفجار الذي حدث صباح هذا اليوم بسبب تسرب الغاز بحسب بيان الدفاع المدني، وكما نرى تحويلات السير وتواجد لمختلف الأجهزة الأمنية في الموقع. نتمنى السلامة لمن يعني أصيبوا في هذا الحادث والشفاء العاجل إن شاء الله، ونتمنى التوفيق والسداد لكل الأجهزة الأمنية العاملة في الموقع، يعني إن شاء الله إنه يكون الموضوع يعني ما يصير فيه أي ضحايا جدد أو يعني ترتفع حالات الوفاة لا قدر الله. شكرا لك أيمن الزامل، كنت معنا في هذا الصباح من وسط البلد.